بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة إن شاء الله يا جماعة نكمل محاضرات المجسمات. النهاردة هنعمل مجسم لمتوازي المستطيلات بالوصلات بتاعته. يلا بينا مع بعض نشوف المجسم. يلا بينا. إن شاء الله يا جماعة أول حاجة نرسمها الانفراد الأول، تمام؟ هنيجي هنا نطلع فوق شوية بالشكل ده ونرسم خط. أنا ما قستش عليه حاجة خالص دلوقتي، تمام؟ يبقى هنا ما فيش أي حاجة، أنا ما قستش حاجة خالص لسه، تمام؟ بعد كده اقيس بس هنا كده اللي هو الطول، هنقول مثلا الطول 7 سنتي بالشكل ده، ده كده الطول، تمام؟ يبقى هنا اول خط اهو المسافه دي يا جماعه اهي، يبقى الطول ده كده من هنا لهنا 7 سنتي، تمام؟ هنقيس بقى كده 4 سنتي بالشكل ده، ده اللي هو العرض، يبقى ده كده الطول وده العرض، تمام؟ بعد كده نخليها خط خط عشان ما تلخبطش. يبقى دي كده كمان كام يا جماعه؟ 4 سنتي. بعد كده هنقيس 3 سنتي. ال 3 سنتي دي يا جماعه هتبقى الارتفاع، دي كده 3 سنتي اهي، تمام. بعد كده هنقيس 4 سنتي تاني اللي هي زي دي، اخر حاجة 3 سنتي بالشكل ده. يبقى كده يا جماعة دول 4 اوجه، وجه 2 3 4، تمام. نمسح الزيادة الاول، نمسح بقى الزيادة دي الاول كده بالشكل ده. بعد كده شايفين يا جماعة الوجه ده هنطلع بيه بالمنظر ده كده يا جماعة لفوق اهو، من هنا من اعلى ومن اسفل، تمام. من هنا اهو من اعلى ومن اسفل. طب المسافه دي قد ايه؟ المسافه دي يا جماعه اللي هو مسافه دي اللي هي 3 سنتي، يبقى هنقيس كده 3 سنتي. هنقيس 3 سنتي بالشكل ده من هنا و 3 سنتي من هنا، لان ده الارتفاع، ده كده الارتفاع زي دي، تمام. اوكي، يبقى دي كده اول حاجه. يبقى كده عملنا يا جماعه الست اوجه، رسمنا الست اوجه، ادي 2 اللي هو القاعده العليا والسفلى، ودول الجوانب الاربعه، تمام. نمسح الزياده الاول بالشكل ده، تمام. بعد كده هنحتاج المثلث 45 اللي هو ده يا جماعه، ونعمل الوصلات. يبقى هنا كده الوصلات اهي بزاويه 45 بالشكل ده، من هنا من هنا، كل دي زاويه 45 اهي، تمام. طبعا عشان المساحة صغيرة فنخليها نص سنتي، لو هي المساحة كبيرة لو هو انت متوازي المستطيلات ده كبير هنخليه سنتي، لكن هنا دلوقتي نص سنتي عشان المساحة بتاعتها صغيرة جدا. نص سنتي من هنا ونص سنتي من هنا ونص سنتي كمان بالشكل ده، يبقى ده كده الجزء اللي فوق، الوصلات بتاعت الجزء اللي فوق. تحت نفس الفكرة برضو، المثلث 45 زي 45 كده، والناحية دي اهو، ودي 45. بص دي بتبقى مستمرة من الناحية دي ومن الناحية دي، ودي زيها بالظبط من الناحية دي ومن الناحية دي. هنقيس نص سنتي برضو بالشكل ده، يبقى الوصلات بتكون نص سنتي لما يكون الحجم بتاعنا صغير جدا، تمام. كل ما بيكبر حجم المتوازي المستطيلات كل ما الوصلات بتاعتنا تكبر. كده احنا عملنا الوصلات اللي هنا، القاعدة العليا والسفلى، فاضل اللي في الجنب. في الجنب هناخد كده زي 45 اهي، من هنا بالشكل ده برضو نص سنتي بالمنظر ده يا جماعة،
يبقى كده عملنا الوصلات كلها. طبعا الوصلة دي هي اللي هتمسك في الجنب ده، ودول اللي هيمسكوا الأواعد ببعضها. تمام، هنبتدي بقى نقطع المحيط ده بالشكل ده يا جماعة. يبقى اللي هنقطعه كله المحيط بس. تمام، نجيب مثلا قطر ونبتدي نقص بالشكل ده. تمام كده احنا حصلنا على الانفراد. نبتدي بقى نتني بالشكل ده. طبعا بنجيب قلم فاضي ونشوف مع بعض. طبعا قبل ما نتني يا جماعه هنجيب قلم فاضي، قلم فاضي بالشكل ده ما بيكتبش، ونبتدي نعمل كده. هنعمل حز لكل خط من دول اهو بالشكل ده. ده اللي هيتني، اللي انا بعمله بالقلم الفاضي ده هيتني بالشكل ده. لازم نعمله بالشكل ده عشان لما نتني يبقى شكله كويس جدا، ميبقاش فيه حاجه في الاحرف. تمام، بعد ما عملنا كل ده نبتدي بقى نتنيه. هتلاقي الموضوع بالنسبه لنا سهل، شوف بنتنى هتلاقيه بيتني معاك بسهوله جدا جدا، مفيش اي مشكله ابدا، حتى الوصلات بتاعته اهي. تمام، بالشكل ده. يبقى نمسك الوصلات اهي، شوف بتتني معاك بسهوله جدا. طبعا الوصلات دي بتكون كلها من الداخل، بتكون من جوه الشكل. تمام، بص هنا كده تلاقي الموضوع سهل جدا جدا اهو. دي الجوانب اهي، بس قلنا ده بيبقى مكون من الداخل كده يا جماعه اهو. شوف انا اتعمل الشكل بسهوله جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام، نجيب بس اوهو ونلزق ثانيه واحده. تمام، نجيب بقى الاوهو كده بالشكل ده ونبتدي نلزق الشكل واحده واحده كده. تمام، دول للجوانب اهي. يبقى انا امسك الجانب الاول دي كده اهو، والجزء العلوي بالمره. يبقى الجانب واحده واحده كده اهو عشان تبقى معاك. يبقى كل بص الوصلات كلها من الداخل يا باشمهندس. تمام، تمام، نجيب من فوق اهي. يبقى فاضل بقى دول. والجزئية دي. بالشكل ده. دي هتبقى كده هنا. ودول هتخش جوه دي بالشكل ده، وثواني هيكون ماسك الاوهو بالشكل ده كده. هنضغط عليه سنة بسيطة خالص لغاية بس ما الاوهو يمسك. تمام، تمام كده خلاص الاوهو مسك اهو كده يا جماعة. يبقى حصلنا على المجسم المتوازي المستطيلات بطريقة بسيطة جدا وبطريقة الوصلات. طب وبكده يا جماعة يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.